بونجور ميز إليه، طلاب الصف الأول الثانوي. هنستخدم مع بعض الجرامير بتاع النظام بتاعنا. هنبدأ مع بعض بالانتروجاسيون أو الاستفهام. الانتروجاسيون أو الاستفهام، هنبدأ بكلمة الاستفهام هل. هنبدأ بكلمة الاستفهام هل. هل في الفرنسي اللي هي اسكو، هل في الفرنسي اللي هي اسكو، تمام. بس في طرق تانية إن أنا أسأل بهل غير اسكو، غير اسكو. نركز مع بعض، وهنا مكتوب بالعربي، انا هشرحه لك اسهل بالفرنسي او باكزامبل. يعني مثلا اطلع كده، بصوا لي كده. طبعا انا حابه افكركم الاول قبل ما اشرح اسكو او قبل ما اشرح كلمه استفهام، ان في تغييرات انتوا عارفينها من وانتوا صغيرين. اما اسال سؤال بانت، لازم الاجابه تبقى بانا. انت في الفرنسي اللي هي تشو، لما اجي اجاوب بجاوب بجو. انت في الفرنسي اللي هي تو، اجي اجاوب اجاوب بجو. طيب الاخواتهم بقى اللي هم مام مامي تون تاتي، التو اخواتها تون تاتي، فلما اجي اجاوب بحولها لمام مامي. خلاص، مثلا تو بارل افيك تون بير، انت بتتكلم مع تون بير والدك، فانا بقول وي جو بارل افيك مون بير، يبقى تون بتتحول لمام، التا لما، التي لمي. طب توا وموا برضه هيتغيروا، توا توا تبقى ايه؟ موا. خلاص، جان لورانج اي توا، انا بحب الاورانج، وانت، فتوا هتبقى موا. الفو هتبقى نو، وطبعا اخواتهم برضو فوت هتبقى نوت، وفو هتبقى نو. وطبعا التو والتي ابوستروف، زي مثلا كومون تو تابل، بتبقى مو وام ابوستروف. تعالوا نقرا مع بعض الاكزامبل كده. وي جو سوي ايجيبسيان. بصوا لي كده على الثلاث جمل دول ولاحظوا، يعني ننظر كده ثلاث أسئلة ونلاحظ. أول جملة عندي اسكو تو اي ايجيبسيان، اسكو تو اي ايجيبسيان. كل اللي عملته إن أنا عندي وي أو نو، فعلى طول بعرف إن السؤال بيكون باسكو أهي، والجو دي اتحولت لتو، فبالتالي سوي اتغيرت بقت إيه، بقت اسكو تو اي ايجيبسيان. تمام، دي أول طريقة. بصوا لي الطريقة دي كده، شلت اسكو خالص واعتمدت ان انا اشقلب زي في الانجليش لما بتعملوا سيزر المقص، اشقلب السوجي والفيرب. اي تو ايجيبسيان، اي تو ايجيبسيان، تمشي برضو هل انت مصري. الطريقه الثالثه بقى دي طريقه الاورال، وفي الامتحان بتتحسب لي صح، بحط بس علامه استفهام باكد ان هو سؤال، لكن طبعا هي استخدامي ليها في اللغه وانا بتكلم مع حد فرنسي صح جدا، اللي هي طريقه التون، تعتمد تون صوتي مبين انه سؤال. انا ما بقولوش تو ايجيبسيان، لا ده انا بقول له تو ايجيبسيان، فبان من التون صوتي اللي هي دي ان انا بسال. حط علامه الاستفهام طريقه صح وبتتحسب لي صح. طيب نو جو نيم با لو باسكت، ثلاث طرق طبعا. النيجاتيف مش بلغي بس النو، انا بلغي النو والبا، وبعمل الجمله بتاعتي اسكو والجو بقت تو، ام اخرها او بقى اخرها او اس، اسكو تو ام لو باسكت، او ام تو لو باسكت، او طريقه الاورال تو ام لو باسكت. نو الى سيزون، بصوا دي بقى، ده هنا الجملة مش نيجاتيف، الجملة مش بس منفية، يبقى أنا هغير كمان الجملة، يعني اسكي لا، يعني هو عنده الإيه ما بتتغيرش. اسكي لا مثلا لو ضرب أي رقم تاني، إلا كينزو، اسكي لا كينزو؟ نو إلا سيزون، لا هو عنده 16. طب طريقة الأورال، إلا كينزو هو عنده 15 سنة؟ نو إلا سيزون. أتيل كينزو؟ نو إلا سيزون. تمام؟ سي. سي يا ولاد هي بلد، وبيبقى السؤال مش نيجاتيف، يعني الجملة اللي هي دي بتبقى مش نيجاتيف، أنا هعمل عليها سؤال، إجابتي هتكون سؤال في النيجاتيف. تمام؟ يبقى سي دي سؤالها بالإيه؟ بالنيجاتيف، أنا بلغي النفي. أسكال ني با تا سور، لا هي المفروض وي، أسكال ني با تا سور، ال بتفضل ال، لكن الما بتتحول لتا. تمام؟ أسكال ني با تا سور، طب نيتيل با تا سور، هي مش أختك؟ سي اللي ما سور، بل هي اختي. ال ني با تا سور، بص طريقة الاورال اهي اللي انا بقول لكم عليه. خلاص، اهي ده اللي احنا شرحناه دلوقتي، ما فيهوش مشكلة. تعالوا نتكلم مع بعض واحدة. وي جو سوي اون بروميير اني، ايوه انا في بروميير اني، اولى ثانوي، يعني تبقى ايه؟ بصوا كده اسهل طريقة، تشوي اون بروميير علي، انت في اول سنه او في سنه.
سنة أولى tu es en première année بس كده je بقيت tu suis بقيت إيه وخلاص طب non je suis égyptien لا أنا مصري هتبقى دي est-ce que نعمل دي est-ce que الجملة هنا مش نيجاتيف est-ce que tu es français أنت فرنسي non je suis égyptien non je suis égyptien Non, elle est ma copine. نعمل واحدة نعمل واحدة باللي هي طريقة إن أنا بعكس. إتال هل هي ta sœur هي أختك أو أختك؟ Non, elle est ma copine. لا دي صاحبتي أو زميلتي. Ce n'est pas. عشان عندي سي بقى السؤال بالنيجاتيف. Ce n'est pas votre Ce n'est pas votre professeur, si c'est notre professeur, si c'est notre professeur. Présente-toi, je m'appelle, présente-toi en classe, nom, âge, ville, nationalité. Je m'appelle Mohamed, j'ai 16 ans, je vais au lycée, ou je suis lycéen, les pensants, à l'abord du lycée. J'habite à Bani Souif, je suis égyptien. Présente ton ami à la classe, mon ami s'appelle Jean, il a 16 ans, il va au lycée, il habite Yeskoun à Paris, il est français. Engage une conversation, conversation. Avec un français, ma référence, salut, je m'appelle Milou et toi, moi je m'appelle Marc, j'habite au Caire et toi, moi j'habite à Paris. J'ai 16 ans et toi, j'ai 15 ans. Ok, là, c'est le dernier vocabulaire, le son est vite. Vocabulaire. نقرا مع بعض الفوكابولير وبعد اذنكم كرروا في البيت اكتر من مره كده عشان برضو النطق مهم ان كاماراد زميل ان ليو مكان ان كارتيي منطقه نقرا الماسكولان الاول ان كوليج مدرسه اعداديه ان كايي ان دوفوار ان فرير ان كوزان ان ستيلو ان تابلو ان سبور لو تنس لو جودو un vendeur, un cyber copain. نقرأ مع بعض النوم féminin. طبعا تعرف نقرأ العربي نقرأ يعني أنا أقرأ الفرنسي وأنت قدامي العربي. Une personne, la salle de classe, la gymnastique, une nationalité, une famille, une gang, une sœur, une cousine, la musique, une librairie, une maison, une activité, une ville, une vendeuse, une cyber copine. طبعا هنا عندي vendeur قدامها vendeuse و cyber copain cyber copine l'adjectif و الادverb بتوع الوزن بتاعي aussi ايضا super رائع و super على فكرة ما هاش يطلع super بس تحطش فيها على جمع ولا معنس très bien pas très bien مش كويس قوي ça va pas du tout ouf tout le monde nouveau nouvelle دول الاثنين دول مذكر على فكرة بس دي قدام كلمة masculin عادية ونوفال اللي بقال واحدة دي قدام كلمة مسؤولان بتبدأ بحرف فويل نوفال الفيمينان بتاعهم نوفال دو دوس رقيق بنشيل الإكس في حالة الفيمينان وبتبقى دوس كي سي مين ده سي فلان أو سوسون فلان لا سوسون دي طبعا للجمع عندنا فواسي خدناها قبل كده اللي هي بتبقى للمفرد والجمع طب فيرب أبورتي مونتري S'appeler, la parole de la leçon, deviner, deviner, bichamme, dit qu'il m'a dit, identifier, bahad de dawi, bahad, présenter, ou autre même chose. Hena andi, as-ila le soel an il sin, le soel an sin, tawan afin à mon souhari, j'ai 16 ans, an an 16 ans, quel âge as-tu, ou tu as quel âge? Hena andi, mon souhari, quel âge as-tu? Mon que t'es tu as quel âge? Mon que l'on a sept, il a ou an ou 20 ans, mon que t'es quel âge il a? طيب لو انا بسال حد كبير بتعلم بتعامل باحترام ما بسالش بتو ابدا بسال بفو كلاش افيفو
Quel âge avez-vous? Je suis égyptien ou égyptienne. ده السؤال عن الجنسية. Je suis égyptien ou égyptienne. أو فرنسية أو فرنسيز. المهم إن أنا الجنسية بستخدم طبعا فيرب اكل لما باجي أقول جنسيتي بقول je suis égyptienne. لما حاجة أسأل حد بقى أنا بسأل حد كده في سني أقول له كالي تا ناسيوناليتي أنت جنسيتك إيه؟ لكن أنا حد صغير قابلت حد كبير عايز أعرف جنسيته ما أقولوش تا أقول له فوتر ناسيوناليتي. كالي فوتر ناسيوناليتي. Pour identifier une personne, le سؤال عن شخص أو أحدد هوية شخص كي سي أو سي كي أو كياس كياس اللي إحنا عارفينها برضه من وإحنا صغيرين كياس دي تمام في عندي سي كي تمشي صح وكي سي تمشي صح وإجابتها بتكون بثلاث طرق يا إما بيقول لي سي ويحدد مين ده يا إما سوسون اللي هما ناس كتير يا إما فواسي أهو أو أهي أهو أو أهي طب نفس الفكره ان انا عايزه احدد او اسال عن حاجه جماد او حاجه غير عاقل بسال بسؤال كاسكو سي اللي احنا متعودين عليه او سيكوا سيكوا ايه ده؟ الاجابه عندي بتكون سي زائد الحاجه اللي انا بسال عنها. خلاص هنا بنقول مع بعض شويه كلمات ماسكولان وفيمينان وفيمينان السو والسات اللي هي اسماء الاشاره بتبقى سات باتنين تي المون ما ومون في حالة الكلمة اللي بتبدأ بحرف الويال تون برضو بتبقى تا وتون في حالة الكلمة حتى لو مذكرة أو مؤنث طالما بدأت بحرف الويال تبقى تون مثلا تون أمي مونا سون تبقى سا خلاص الإيل إل الـ أ أون طبعا إيل عندك إس إل عندك إس لو لا بعض الكلمات وبعض الأفعال الماسكولان والفيمينان أمي أمي آخرها أو كامارات كامارات هي هي أردني 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 على فكرة آخرها بأكسون يعني ناخد بالنا في كلمات بتاخد أو في كلمات آخرها أو زي كمرات بتفضل زي ما هي في عندي حاجة زي أردني بتبقى فيها أو زيادة عشان الأو الأكسون دي بتتقال إيه ما بتقالش عليها أو فوندور في اللي آخر أو إر بيبقى فوندوز أورو بتبقى أوروز سبورتيف سبورتيف اللي آخر إي إف زي أكتيف أكتيف خلاص عندي غا غرس بيبقى آخره أس زي جرو ضخم غرس بون 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 يبقى أنمو بس العربي ده نقراه برضه كويس ناتشورال بقى الواحدة تبقى ناتشورال بتتقال شير شير عندي دو دوس دو دو دوس بلون بلانش بلون بلانش فو فوس جنتي جنتي سك سيش فران فرانش Frais et fraîche, long, langue, public, public. Puis, quelle est la même chose? Body, beau. المذكر منها اللي بيبدا بحرف الفويل بياخد صفه مختلفه يعني بال هي بص بقى الواحده لو الكلمه مثلا بالامين صديق جميل بالامين بالامين تبدا بفويل تبقى اقل واحده نوفو نوفيل الاثنين دول مذكر بس واحده للفويل اللي هي اللي اخرهم قال واحده للكلمه العاديه فيو فياي عجوز او مسن فوفل مجنون تعالوا نشوف الفيمينان بتاعهم بقى بتاع المجموعه دي بال اللي باتنين ال نوفيل ال ال فياي فل في حاجات بقى ملهاش خالص ما بتتغيرش خالص خالص صفات اورانج ومارون طبعا عارفينهم من زمان شيك ده شيك سوبر سوبر خلاص هنا الفامي الاسماء بقى الناس العاديه الفامي والاشخاص ان بير اون مير اب اون ان في اون فيس ان garçon اون في ان مسيو اون دام برنس برنسس ان اونكل اون ان نيفو اون نيس ان مير اون ميتريس ان انفون اون انفون ان كوبان اون كوبين طيب برنسس معلش وقعتها تاني ان فرير اون سور ان اون اون فام Un grand-père, une grand-mère, un roi, une reine. هحل معاكم جملة كده بسرعة اهي. Mon nouveau copain est italien. Ma nouvelle copine est italienne. تمام؟ سي سي في المؤنث طبعا ما بتتغيرش. ان هتبقى ان. vieux تبقى vieille femme homme هتبقى femme نبقى حافظينهم ماشي sportif اللي اخره
اف تبقى ايه؟ سبورتيف. سبورتيف. نكمل دول مع بعض، يعني كل واحد كده يقعد يحاول يحفظ الاول وبعد كده يحل. وكده يبقى خلصنا، نقف لغايه كده. وميرسي بور فوتر اتونسيون، اي او روار.